جالي واحد هنا الكنيسة مرة وقال لي يا ابونا انا عملت خطية بشعة. قال لي ايه؟ قلت له ايه يا ابني؟ قال لي عايزك تديني حل عليه. قلت له ايه؟ قال لي انا مراتي لسانها صليط جدا، متعبة جدا جدا، وشتيمة وإهانة وصوت عالي فطحاني في الحتة. حاولت معاه ما فيش فايدة، قلت لها كده ما فيش فايدة ومتفتونة ومستبيعة وانا كده مش هقدر. فواحد دكتور زميلي صيدلي صديقي قال لي وليه؟ قال له انا قال له تخش السجن ولا تاخد تأبيدة ولا تاخد اعدام؟ قال له ما اعمل ايه؟ انا خفض بيها مش عايزه تمشي. اكروشه تقول لي تمشي انت بس مش انا مش همشي. قال فقال له طب ولا يهمك انا هديك دواء بيعمل سيوله في الدم. اديهولها في خلال 6 شهور تصفى وتموت. ولا مش شاف ولا مدري. قلت له عملت ايه؟ قال لي عملت كده. قال لي والدكتور قال لي قدامها اسبوع وتموت. فانا جايبها لك معايا هي قاعده بره. اولا تديني حل على عملته وياخد اعترافها وتوبتها يبقى انا قدمت لها خدمه انها هتموت. صدقوني صدقوني احنا بنشوف حاجات غريبه جدا. فتديني حل وانت هدخلك تاخد توبتها واعترافها وتديها بتاع عشان تديها حل تتناول عشان ايه؟ يبقى انا رضي ضميري انها ما هلكتش كمان دنيا واخره. قلت له طب هاتها لي. قال طب اديني حل. قلت له ما تجيبها لي الاول. فجابها لي دخل وقعدت اتكلمت معاها ومش عارف ايه. وبعدين قلت لها بص ما انا عارف بقى انها يعني خدت الدواء ده وخلاص هتموت. فقلت لها روح هات لي ازازه ميه وتعالي. جابت ازازه ميه وجت. ليه يا ابونا؟ قلت له حصل لك عليها. فقلت له هو روح هات لنا. فجاب لي ازازه الميه صليت لها عليها. فخدنا على جنب. قال لي ليه يا ابونا؟ قلت له حصل لها على الميه عشان تشرب منها حياتها كلها تتملي نعمه وبركه يا ابني. انت عايزها تتملي نعمه وبركه؟ قال لي خلاص. قال لي ماشي يا ابونا حلو قوي. وتتحمى منها وتشرب كل يوم. قال لي ماشي وانا هبقى مسؤول عن الموضوع ده. وصليت على الميه ان ربنا يشفيها من السماء. طلبت في الهيكل كنا عارفين. المهم خدت الميه شربتها استناها تموت ما تموتش وفرعنت. شهر واثنين والتالت جالي قال لي انا ندمان على اليوم اللي قلت لك فيه. ليه يا ابني؟ قال لي انا جاي لك عشان تاخد توبتها واخلص منها. تضحك عليا وتصلي على ميه تخليها تخف وما تموتش. قلت له مش هيبقى كويسه؟ قال لي قلت له خلاص يبقى ربنا مش عايزك تهلك يا ابني وبقى كويسه وارجع لها. محدش ليه امان. يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربان. لا ربنا يخليكم لبعض ويحافظ عليكم. ولاد ربنا ما تخافش عليهم.